السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد. النهاردة فيديو كيفية تركيب دائرة صوت خارجية على أي تلفزيون مهما كان نوع. طبعا الطريقة زي ما حضراتكم شايفين أنا رسمها ماشي، علشان أوضح أكتر إزاي هتتعامل مع الدائرة دي وإزاي هتركبها على أي تلفزيون مهما كان نوع. أول خطوة بنعملها إن احنا بنرفع IC الصوت القديم من الجهاز. اول حاجه بنعمل ايه؟ بنرفع اي سي الصوت القديم من الجهاز نهائي، تمام. تنظف مكان الاي سي القديم وتحاول تتاكد كويس ان مفيش اي حاجه لمسه في التانية، يعني مفيش اي قفله، وتنظف مكانه كويس، تمام. وبعد الخطوه دي على طول بتبدا تاخد ارضي من مكان الاي سي القديم، مكان اي سي الصوت القديم، بتاخد منه ارضي، فرده ارضي، فرده واحده، تمام. وبتروح متوصلها فين؟ موصلها هنا في ارضي الجهاز. هنا بيقول لك ايه؟ ارضي للدائره، تمام. تاني حاجه بتبدا تاخد كهربا، برضو تاخد كهربا من ناحيه اي سي الصوت القديم، اللي المفروض الكهربا اللي رايحه لاي سي الصوت القديم انت بتاخدها بتحولها عن طريق السلكه وتروح موصلها للدائره، برضو اللي هي دائره الصوت الخارجيه اللي هي دي يا جماعه، تمام. طيب ولو واحد مبتدئ وسالني وقال لي طيب انا اعرف ازاي الكهرباء اللي هاخدها للدايره ويا ترى هي بتاخد كام فولت والكلام ده كله، انا هقول لك هتعمل ايه. اول حاجه بيبقى معاك الافو ماشي، تظبطه على 1000 علشان تعرف تقيس الدايره. اول حاجه بتروح حاطط الارض بتاع الافو في الارض دي في جسم البورده بتاعه التلفزيون، وركز معايا. وبتبدا تاخد طرف الافو اللي هو الكهرباء الموجب وتبدا تقيس على الارجل بتاعه اي سي الصوت القديم. هتقيسهم رجل رجل لحد ما هتلاقي ظهرت معاك واحده فيهم 12 فولت او 10 فولت ايا كان. بتاخد الكهرباء بتاخد فيها منها سلكه وتروح موصلها لدايره الصوت. طبعا الكلام ده كله بعد ما بترفع اي سي الصوت القديم، عندك هنا بتربط الجسم الاي سي ده مكان جسم الاي سي القديم اللي انت شلته، اللي هو بتاع الاي سي بتاع التلفزيون اللي هو القديم اللي احنا ايه هنرميه. خدنا كهرباء وخدنا ارض للدايره كده، الدايره بقت ايه؟ بقت وصل لها كهرباء وصل لها ارض، تمام. الخطوه الثانيه وهي خطوه مهمه جدا، ان انت بتاخد السماعتين. طبعا التلفزيون هيكون فيه مثلا سماعتين، انت بتوصل السماعتين دول بتطلع لهم هما الاثنين فردتين سلك بس، واحده ارضي مثلا واحده كهرباء. بتاخد الكهرباء منهم بتجيبها هنا وتلحمها عند سبيكر اللي هي دي ماشي، ده مدخل ادخال السماعه، تمام. وبتاخد الارضي بتاعها وبتوصله هنا الارضي اللي هو ارضي السماعات. يبقى احنا كده اخراج الصوت للسماعات ده اللي هو ايه الكهرباء، وده اللي هو ايه الارضي، تمام. بعد كده احنا ايه قلنا ان احنا نركب ارضي للدايره وكهرباء للدايره. ندخل على ايه؟ على الفوليوم. اول حاجه بتلحم سلكه في الفوليوم اللي هو ايه في الطرف ده. وبعد ما بتركب السماعات بتوصل سلك السماعات الارض والكهرباء وتبقى وصلت فيها كهرباء وشغلت الجهاز، انا هنوصل سلك طرف من ايه من مدخل الفوليوم اللي هو ده، تمام. ده اللي بيروح يجيب لك الصوت من مكان اي سي الصوت، بيجيب لك الصوت نفسه ويوزعه لك للدايره، ومن الدايره يتوزعه لك للسماعات نفسها. وبكده تقدر ان انت تقدر ان انت تتحكم من تعلو الصوت وتوطيد الصوت من ريموت التلفزيون عادي جدا من غير اي مشاكل. بس هتلاحظ اول ما بتكون ما توصل السلك كله وتوصل كل حاجه الا الفوليوم وتشغل التلفزيون، بتلاحظ فيه عباره عن صوت وش كده جامد في السماعه، وش ايه جامد في السماعه. فاحنا بنعمل ايه؟ فبيبقى معانا فرده الفوليوم، اول ما بتلمسها بايدك كده بتحس ايه ان في تكبير وهيبقى فيه طبعا صوت عالي وواضح. بتبدا تلمس إيه طبعا احنا قلنا ايه مثلا ارجل الاي سي بالشكل ده، الارجل اللي هي القديمه. احنا ايه بنجيب السلكه بتاعه الفوليوم اكنها هي دي السلكه اللي ماشيه معايا. احنا طبعا خدنا ارضي للدايره وخدنا ايه كهربا للدايره برضو من مكان اي سي الصوت القديم. اتبقى معانا مثلا اربع اطراف او خمسه او ايا كان. بتبدا طبعا ايه بتجيب السلكه اللي هي بتاعه الفوليوم وبتوصلها هنا مثلا، وانت مشغل الريسيفر ومعلي الصوت وظبط على الاوديو فيديو وموصل الجاكات تمام، وتتاكد انت موصل كل حاجه صح. وتبدا بعد كده تلمس اول واحده بتجيبها هنا، طبعا انت مش هتوصلها في الكهرباء ولا في الارض، ان انت كده كده ايه عارفهم. بتبدا توصل مثلا بتلمسها هنا،
اول ما بتحس طبعا اول ما تلمسها هتلاقي الصوت اشتغل معاك تمام ومية مية، بتلاقي الصوت اشتغل معاك تمام ومية. بتجرب هنا او هنا او هنا او هنا، المهم ايه بعيد عن الاثنين اللي انت وصلت فيهم الارض والكهرباء. اول ما بتلمس هنا او هنا او هنا او هنا بتلاقي الصوت اشتغل معاك تمام والمشكله اتحلت بحاجه بسيطه جدا اللي هي دايره الصوت. انا طبعا حبيت اشرح الفكره نظري عن من خلال الرسم زي ما حضراتكم شايفين كده، وده طبعا اللي انا قدرت اعمله. وان شاء الله باذن الله هيكون في حلقه جديده باذن الله اطبق الكلام ده كله عملي قدامكم في فيديو باذن الله، وما يكونش طبعا شرح طويل. احنا كده ايه احنا قلنا المفيد كله هنا في الحلقه دي، انما ان شاء الله في الحلقه اللي جايه باذن الله هنعمل فيديو عملي ويكون قدام عينيكم كده ونجرب التجربه طبعا ايه قدامكم. المهم يا جماعه لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديده، وما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو عشان نكمل مع بعض. المهم اهم حاجه لو في اي استفسار او اي حاجه انا نسيت اقولها في الفيديو يا ريت تسيبها لي في تعليق، وان شاء الله باذن الله نتناقش مع بعض. والمهم يا جماعه اسيبكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.